أما هلأ سلمى بنهاية محطاتنا الصباحية لليوم حنروح لفقرة أيضا تعلق شوي باليوغا ولكن بمجال تاني. اليوم مثل ما عرفنا اليوغا بتحاول أو بتشتغل على الثقة بالنفس، أيضا اليوم بالتنمية البشرية في مهارات تشتغل أيضا على الثقة بالنفس وعلى الشيء الإيجابي لكل شخص فينا، إن كان على النفس البشرية وإن كان على المحيط. اليوم رح نحكي ضمن التنمية البشرية وحنروح مع الأستاذ أحمد شمدين أخصائي نفسي ماجستير حماية الأسرة لنحكي أكثر عن مفهوم جديد ضمن هذا المجال. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وصباح المشاهدين الكريم. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا فيكم. بالبداية خلينا اليوم رح نحكي عن طرق اكتشاف الذات وتطوير نفسنا، أو المفهوم اللي بنسمع عنه كتير اللي هو الشخص عنده ذكاء عاطفي وشخص لا يمتلك ذكاء عاطفي، شو بنقصد بهذا الموضوع؟ هلا قبل ما نحكي احنا عن الذكاء العاطفي بدنا نحكي عن مفهوم الذكاء المتعدد. احنا اليوم في عنا انواع للذكاء، اجت نظريات جديدة من هي بلشت تنشأ او بلشت تاخذ صدى بالتسعينات. نعم. صار في عنا انواع متعددة للذكاء، بلشت مع عالم النفس المشهور جدا اسمه غارتنر، حكى بشيء اسمه نظرية الذكاء المتعدد. قال احنا في عنا 10 انواع للذكاء باخر تطوير رائره. نعم. طبعا بالالفينات. نعم. حكى عن الذكاء الاكاديمي اللي بتقيسه المدرسه اللي هو ذكاء لغوي ذكاء علمي، وبعدين ضاف لهم انواع ثانيه من الذكاء، ذكاء سمعي ذكاء بصري ذكاء حركي، حكى عن منطقي. ذكاء مكاني، هذا نفسه الذكاء المنطقي هو الذكاء المنطقي الحسابي. نعم. هذول نوعين الذكاء المشهورين الاثنين التقليديين. وضاف لهم كمان الذكاء الوجودي والذكاء الاتصالي، ومؤخرا ضاف لهم نوعين من الذكاء اسمه الذكاء الطبيعي والذكاء المكاني. هذا كذكاء متعدد. طيب الذكاء العاطفي شو فكرته؟ احنا اليوم لما راقبنا الاشخاص ذوي الذكاء المرتفع، معدلات الذكاء المرتفع التقليدي اللي هو الاي كيو، لما اجت دراسات راقبتهم على مدى فترات طويله من الطفوله، الاطفال اللي كان عندهم مستويات عاليه من الذكاء لوقت وصلوا لعمر معين لاعمار كبيره وقاست مستوى نجاحهم، تفاجات هالدراسات انه قسم كثير منهم اما عانى من الفشل او عانى مستويات معقوله من النجاح، وقسم صغير هو اللي نعمل يعني نجاح استثنائي. طب شو السر؟ اذا رحنا المقياس الذكاء يعني اللي احنا عندنا المقياس الرئيسي للنجاح كان الذكاء، وهدول عندهم الذكاء الكافي، ليش ما نجحوا؟ رجعنا لفكره ثانيه، الانسان مما يكون من عقل وعاطفه. صحيح. بما انه احنا قسنا العقل بدنا طريقه نقيس فيها العاطفه، ومن هون نشانا ونشا مصطلح شيء اسمه الذكاء العاطفي. اللي هو طريقه قياس لطريقه تعاملنا مع عواطفنا وربطه بذكائنا المنطقي. فلان كنا قبل عم نحكي عن اي كيو، صرنا عم نحكي عن اي اي كيو او اي كيو اللي هو ايموشنال. فشو يعني ذكاء عاطفي؟ يعني انا قدرتي على الوعي بنفسي، فهم ذاتي، فهم مشاعري الذاتيه انا، وتفهم مشاعر الاخرين، واداره هذا الموضوع واستغلاله لصالحي او اتخاذ قرار، لانه دائما احنا بنحكي عن ذكاء بنحكي عن اتخاذ قرار. اليوم بنحكي عن التوازن بين العقل والعاطفه، فينا نقول يعني الى حد ما. يعني هي اليوم الدراسات شو قالت؟ اول شيء هذا المصطلح متى نشا وفعلا صار ترند كمان بالتسعينات بال95 على يد كاتب وصحفي ومختص اجتماعي اسمه دانيال جولمان، وكتابه مشهور جدا اسمه الذكاء العاطفي. بداية من ال95 لليوم احنا عم نحكي عن اكثر من 3000 بحث وكتاب عن موضوع الذكاء العاطفي. فهو شو قال؟ قال انه احنا حسب احصائياته، وطبعا هذا الموضوع لسه موضوع خلاف، انه 90% من مكون النجاح للانسان غير مرتبط بذكائه المنطقي، وانما مرتبط بمجموعه اخرى من المهارات، وهالمهارات صنفها تحت الذكاء العاطفي. وعلى الاساس بلش يتعامل بهذا الموضوع، وقال انه هذا الذكاء له مكونات، مكونات الذكاء هي 5، بتبلش بشيء اسمه الوعي بالذات، بعدين بتنتقل لشيء اسمه تنظيم الذاتي، بعدين بتنتقل لشيء اسمه الموتيفيشن اللي هو تحفيز، بعدين بتنتقل لشيء اسمه الامبثي التعاطف، واخر شيء بتروحي على السوشيال سكيلز اللي هي المهارات الاجتماعيه. هدول هن مكونات الذكاء. يعني اذا رحنا لموضوع الذكاء المتعدد، اذا رحنا لجولدمان الى غارتنر، يعني هو يعني يتضمن الذكاء الاتصالي، يتضمن الذكاء الوجودي، يتضمن الذكاء الذاتي. هدول المكونات كلها مع بعضها دمجوها وحكوا عن شيء اسمه ذكاء عاطفي، وبلشت الدراسات والمقاييس. اليوم حتى اليوم في طرق لقياس الذكاء العاطفي، اليوم في اختبارات بتقوم فيها ذات مصداقيه الى حد ما لحتى انت تقيس ذكائك العاطفي، لانه هو هذا الذكاء هو اللي بيعطيك مجموعه من الامكانات والمهارات للتعامل مع الاخرين. انا كيف استفيد من الذكاء العاطفي؟ انا اليوم لما بنحكي عن مرحله اسمها تفهم مشاعر الذات، لما بعرف انا اليوم انا غاضب او حزين او متوتر، ليش غاضب؟ ليش حزين؟ ليش متوتر؟ شو الاسباب؟ هل السبب هو الموقف المباشر؟ هل السبب وجودي هلا الان بالاستديو انا يعني؟ لا، مشان هيك متوتر؟ او لاني مواثق بمعلوماتي؟
او لاني ما حضرت التحضير الملائم، لما بعرف الاسباب بقدر اتحاشى نوع التوتر، او اذا حاصر هذا التوتر ما خليه يظهر للمشاهد ويظهر للمتابع. انا اليوم حتى كاعلامي بشغلي اليوم انا بالعمل صار موقف معين مع مديري، ومديري سمعني حكي واساء لي بطريقه معينه او يعني انبني، الموقف الطبيعي والاشخاص اللي عندهم ذكاء مستوى خلينا نقول متدني او ضعيف من الذكاء العاطفي بيقول بما انه مديري انا اليوم تعامل معي بهالطريقه فانا صار لازم اترك هذا العمل. الشخص ذكي عاطفيا بيدرسها من اكثر من ناحيه. الناحيه الاولى يدرس نفسه، هل انا كنت مقصر؟ هل كنت استحق هذا التأنيب ام هو سبب خارجي؟ فبالتالي بتعامل معه بموضوعيه، اذا هو سبب خارجي فانا هذا التأنيب لا استحقه، فبالتالي ما في داعي انا اتعامل معه يعني بجديه اكثر من انا ما اعطيه اكثر من حجمه. طيب هذا التأنيب وهذا مديري نفسه اللي اليوم عم يأنبني، ليش أنبني؟ هل لأنه هو كمان مديره أو الأشخاص المسؤول هو أمامهم كمان هن حيوجهوا له انتقاد، فبالتالي هو عم يفرغ هذا الانتقاد فيني، فأتفهم أنه هذا الشخص بهذا الانتقاد اللي هو يعني هو بالأساس عم يعكس انتقاد شخص آخر علي. مجرد تفهمي لهذا الموضوع صرت عم تعمل مع الأمر كله بطريقة مختلفة، أنه هي مرحلة أو موقف وأنا مديري ممكن صالحه بكلمتين، وممكن انا احسن او غير هذا الموضوع كلياته وحسن عوامل البيئه الخارجيه وعوامل البيئه الداخليه، وانا بالنهايه صير موظف مثالي نتيجه هذا التأنيب. طيب استاذ احمد خلينا نحكي شوي اليوم الذكاء العاطفي كمان مقابل ومفهوم اخر كمان نحكي عنه بالفترات الاخيره اللي هو الذكاء الاجتماعي، كيف الشخص بيقدر يتعامل بحياته الاجتماعيه بالعموم الذكاء العاطفي مع نفسه مع مشاكله والمشاكل اللي بيتعرض لها، شو الفرق بين الاثنين؟ هلا مشان هيك انا بلشت اشرح بشيء اسمه الذكاء المتعدد، وحكينا عن الذكاء العاطفي والذكاء التقليدي. بالذكاء المتعدد نحن بنحكي عن شيء اسمه ذكاء اجتماعي، بينما لما بنحكي احنا عن ذكاء عاطفي وذكاء كلاسيكي او ذكاء اكاديمي فغالبا بيكون هذا الذكاء الاجتماعي هو مرحله متقدمه من الذكاء العاطفي. بس التفريق الاولي اللي اليوم انت رحتي عند مدرب التنميه البشريه او حدا مختص لما بيبلش بيفرق بيقول لك الذكاء العاطفي هو طريقه تعاملك مع ذاتك، طريقه تفهمك لنفسك، كيف تتعاملي مع نفسك، بينما الذكاء الاجتماعي كيف تتعاملي مع الآخرين. فأنت بالذكاء العاطفي بتتعاملي مع نفسك، تفهمي نفسك، بتعرفي حوافزك، يعني بتعرفي تحفزي نفسك. الشخص الذكي عاطفيا هو شخص قادر على تحفيز نفسه، هو ما بحاجة لتحفيز من الآخرين، هو شخص منيع ضد التنمر، منيع ضد التعليقات المسيئة، ما بيخلي آراء الآخرين السلبية الغير المنطقية. اليوم عم نحكي صفات، هلأ نحن عم نحكي عن صفات الشخص اللي بيمتلك ذكاء عاطفي. هي مو صفاته، هي مفرزات الذكاء العاطفي المرتفع نقدر نميزه من خلالها نحن. هو بيقدر يميز نفسه، المهم الذكي العاطفي يميز نفسه بالبدايه لانه هو اصلا مرتبط بذاته. بس ولكن هو انعكاسه كمان على الاشخاص اللي حواليه، انعكاسه على الاخرين. شلون بتميزي انت؟ هو شخص واثق من نفسه، صحيح، هو شخص يتقبل النقد السلبي، هو شخص لا يتاثر باراء الاخرين، هو شخص حتى بحالات الغضب العارم قادر يتحكم بانفعالاته، قادر يحل المشاكل، ما بحب شيء اسمه هروب دائما، انه بيحل مشكلته ما بيروح لموضوع الهروب. وذكرت حضرتك مثال المدير وقت يعني وجه له كلمتين، في شخص قال لا انا راح اترك، في شخص قال انا راح حل. القصد هو ما بيهرب للتفسير السهل، التفسير السطحي. اما هو اذا كان الحل انه انا حاليا ما واجه هالمشكله، العكس الذكي عاطفيا بحاله الانفعال اذا لقى مديره منفعل والحق مو معه، يعني الحق على المدير، بيتعامل مع الوضع انه هو حاليا بيستوعب غضب هذا المدير وبيمتصه وبيتجنب حديثه، وبعدين متى ما خلصت فوره الغضب بعد ساعه او ساعتين بيرجع بيدخل على مديره بيقول له استاذ بس لو سمحت احنا كان الوضع 1 2 3، بشرح له شو كان الوضع، يكون هذاك هدي وبلش يتفهم عليه. فهو من هون التف على الموضوع. يعني هو ليش مو شرط يكون شخص مجابه، هو شخص يعرف متى يجابه. يعني هو هذا الفرق، يختار التوقيت المناسب للمجابهة. حلوة هاي الجملة، بيعرف ايه ما تجابه. صح، وهي يمكن حتى بحياتنا دائما بنقول لازم يكون في حدا هادي وحدا معصب، اذا الاثنين عصبوا بنفس الوقت فالمشكلة بعمرها ما راح تنحل، بجوز تتفاقم اكثر وتزيد اكثر. طيب شو نعمل اذا كانوا اثنين معصبين؟ شو بنعمل؟ بدنا نشوف هون بيظهر بقى مستويات الذكاء عند دول الشخصين. اذا عندي اثنين شخصين غاضبين، شخص مستوى الذكاء العاطفي تبعه خلينا نقول عادي متوسط، وشخص مستوى الذكاء العاطفي عنده مرتفع جدا. هل يعني الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي عالي ما بيعصب، ما بيكتئب، ما بيحزن؟ لا أكيد. كلهم، بس طبعا. هو قادر يضبط يعني خلال هذا الغضب. الشخص الاول بلش يرتفع، يعني ترتفع حده صوته بطريقه كثير مرتفعه، يحكي كلمات ممكن مسيئه، تطلع منه قرارات انت مطرود، انت لازم هذا الشغل ما بصير، يفض شراكه معينه، ينهي زواج، يطلق. يعني هذا الشخص اللي عنده مستوى ذكاء عاطفي متدني او متوسط حسب شده الموقف. بينما الشخص الذكي عاطفيا وهو غاضب بقمه غضبه وقمه انفعاله بيدرك
وقف لحظه مع نفسه بيفكر، يعني بيقدر يعد، يعني هي واحده من المهارات انه بيقول لك عد ثلاثه وعد الخمسه وعد العشره قبل ما تحكي الكلمه، فهو قادر يعمل هاللحظه هيك الفارق الزمني الصغير بذهنه ويعد للعشره بذهنه انه انا حاليا غاضب، دير بالك تتخذ اي قرار هلا، اي عصب احكي اللي بدك بس لا تعمل اي قرار، يعني لا 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 تطرد موظف، لا تتخذ قرار اداري، لا تتعامل مع، لا تحكي كلمه مسيئه لزوجتك او تحكي كلمه او توصل للطلاق معها او يعني تلقي يعني نفض نابي لابنك او صفه معينه، عصب خانق اخي كسر معلش، بس لا تتخذ اي قرار. هذا اذا كان مستويات الغضب المرتفعه جدا، الشخص الذكي عاطفيا قادر يضبط هذا الموضوع، وهذا على فكره واحد من المستويات، بس المستوى المتقدم هو قادر ما يظهر غضبه اصلا، يكون عم يغلي من جوا بس يظهر كشخص هادئ. هذا اللي عم تحكي عنه الشخصين، لازم يكون شخص عاصب مهدي، الهادي هو شخص ممكن يكون عم يغلي من جوا وغاضب اكثر من الشخص اللي امامه بس ما عم يظهر ابدا هذا الشيء ممكن، وهون ببلش الجانب السلبي للذكاء العاطفي، استفزاز الشخص الاخر. يعني انا عم اتلاعب صرت بالشخص الاخر، هذول الانعكاسات انه مضبوط هذا مستوى متقدم من الذكاء العاطفي اللي هو واحده من سلبياته ليس مستفز، المستفز هو عنده ذكاء عاطفي بس عم وصفه باتجاه معين طريقه سلبيه، هذا المستفز مزعج المستفز اذا قصد انه يستفز ونجح باستفزازه هذا شخص ذكي عاطفيا، اما الشخصيه المستفزه اللي يستفز مهما كان بقصد وبدون قصد هذا عنده الملكه بس ما قدر يوجه، هذا مو واعي انه عنده ذكاء عاطفي، هذا ناقصه التدريب لاستخدام ملكه الاستفزاز اللي هي بدها ذكاء عاطفي. هدول القصص كلها اكيد اليوم استاذ بحاجه لمهارات لنوظفها بشكل ايجابي بحياتنا، طالما نحن اليوم عم تنعكس على انفسنا وعلى عملنا على بيتنا مجتمعنا وعلى الاشخاص اللي حوالينا. بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لك حياه رايقه وسعيده. شكرا لكم. فيها هيك شيء من التنميه البشريه الذكاء العاطفي. التنميه البشريه كعلم وليس كعلم زائف، يعني اليوم في خلط في هدول المواضيع. صحيح. شكرا لك، شكرا كثير لكم، وشكرا للساده المشاهدين.